حقيقة احنا هسه الآن نقف في مدخل منطقة الوادي، هذا ان شاء الله اشوفك الصور شلون كان وكيف تحول وضعه. هنا بهذا الموقع راح نخلي اول نافورة شلال بطول 11 متر، اعتقد الاولى بالنسبة للبلديات راح نستخدمها. زيدنا مساحة خضراء لهذا الموقع، طورنا المدخل بما يخص مداخل والمداخل والخروج، طورنا القالب الجانبي والرصيف راح يصير بيه قاعدة حلوة. اخترناه كموقع يكون للاحتفالية برأس السنة، شجرة عيد الميلاد ارتفاعها 15 متر، تضيف منظر كلش جميل بالليل، إضافة إلى الجو الاحتفالي مناسبة أعياد رأس السنة والسنة الميلادية المجيدة. هذا أول مدخل؟ هذا أول مدخل اللي هو شمل مساحة زراعية، نافورة شلال، شجرة عيد الميلاد ومساحة خضراء وجلسات إن شاء الله حتكون بيه. مدخل الجمعية، الشرطة وبالطيارة، هذا المدخل الثالث، ومدخل لا الصحة وأبو تشير، ومدخل 60 من الجانب الآخر، ومدخل الصحة، ومدخل منطقة آسيا. نعم، إذن كلها جاهزة. جميعها عدا منطقة الصحة إن شاء الله، بس موضوع التصاميم ينجز. جميعها هي في طور، يعني بدأ عمل التطوير بها، وبها أنجزت وبها قيد الإنجاز إن شاء الله.